اسف على الاطاله بس ارجو ان قدسك ترد، مش عارفه اعمل ايه وخايفه. اخويا في ثالثه اعدادي من سنتين بقى غامض وعصبي، قلت دي مراهقه وبيكبر. اخويا كان شاطر جدا وكنت بفتخر بيه، لكن ابتدى من سنه ونص يتكلم مع بنت. عملت نفسي مش عارفه، في يوم من الايام غصب عني بصيت على ورقه ما قريتهاش، لقيته بيتكلم كلام معناه ان في علاقه بينه وبين البنت دي. هي كاتبه السؤال كبير قوي، انا بختصره على قد ما اقدر. وبعدين انا كلمته وقلت له ان ده سن مش هينفع فيه العلاقات مع البنات في السن البدري ده، وهو قال لي انت كان معاكي حق، لان يظهر في واحده ضحكت عليه. بس ابتدى يعرف بنت وتانيه وتالته، ويعالم كمان مين اكتر انا ما اعرفهمش. وفي مره قال لي ان اصحابه قالوا عليه انه بلاير. بلاير او كلمه بلاي بوي دي بتتقال على الولد الشقي اللي بيعرف بنات كتير. بابا اتكلم معاه، بس انا ما اعرفش اهلي عارفين حاجه ولا لا، بس انا حاسه ان ممكن يكونوا عارفين حاجه صغيره عن الموضوع. هو بقى ذكي قوي، اتاخر في الدراسه، زور الشهاده. انا بلغتهم انه زور الشهاده، هم بمنتهى الذكاء اتعاملوا معاه. هو بقى عنيد، وماما صحيا مش حمل غضب ولا عصبيه، بس ممكن يجي ويحضني الفتره دي، وانا خفت من حضنه. وبعدين قال لي انا ناقص حنان، ولما سالته مين قال كده مش مهم، يعني انا خايف عليه. بص يا بنتي، بص يا بنتي، ما دام الولد بادي مراهقه شرسه وعلاقات متعدده وهو في الاعداديه مع البنات، معنى كده ده سلوك هيستمر فيه لو ما تقومش من دلوقتي. وده محتاج نعلن له بوضوح ان صح صح والغلط غلط، وان ربنا عادل، وان ما يزرعه الانسان اياه يحصد. دول له انت عاوز تبقى ايه، ولو استمرت في السكه دي هيكون مصيرك ايه لما تهمل دروسك وترجس مع البنات. هتضيع نفسك، وبعد ما تضيع نفسك محدش هينفعك. ده يبقى نمره واحد النصيحه، مره واتنين وتلاته. نمره اتنين المتابعه. يعني بابا يقول له بوضوح كده، بص يا حبيبي انت بيتصرف عليك وانت بتاكل في البيت، حسم. بعد التحذيرات الاولى هنخش لمرحله تانيه اسمها الحسم. الحسم يكون بحكمه. يعني ايه؟ اول حاجه انت بيتصرف عليك، ودي مسؤوليتي مش بعايرك، بس انت لازم تذاكر وتنجح. لو الموبايل هياخد اكتر من وقتك او على حساب دراستك، الحقيقه هيبقى في حاجه وفي قرارات هتتاخد. ان الموبايل هناخده منك، وقت الدراسه هندي لك ساعه او اتنين بس. ولو انت بتقول بتستخدم الموبايل في الدراسه هيبقى تحت اشرافنا احنا، تحت اشرافنا احنا. يبقى الاب يتدخل. اتنين، تكون في قرارات حاسمه بان احنا بنرشد استخدام الموبايل. خروجه ودخوله محسوب، ويتقال له اي بيت في الدنيا ليه نظام. لان لو انتوا تسهلتوا وابتدى يرجع واحده واتنين وحقه وحس ان ده حقه في الجامعه، هيبات بره مش هتعرفوا عليه الكنترول. فاحنا في مرحله حساسه قوي تحتاج ابوه واحتضان وحسم. نمره ثلاثه، دور الكنيسه ايه؟ نقول انت يعني ايه من غير ربنا؟ انت عارف ان ربنا كل حاجه في حياتنا، ازاي ما بتروحش الكنيسه؟ ازاي ما بتروحش مدارس الاحد؟ ازاي ازاي ازاي؟ وبالتالي لازم احنا نكون واخدين قرارات حاسمه في بعض الاحيان. والحسم مش معناها العنف ولا العصبيه، احتواء مع حسم، ان احنا بنحط حدود وقوانين للبيت بتاعنا.